يا اهلا بيكم مره ثانيه. طبعا الدوري خلصان ومحسوم من فتره، ودرع الدوري موجود في مقره الدائم في النادي الاهلي، ومع هذا النادي الاهلي بيسعى لانهاء الموسم بلا اي هزيمه. طبعا اتعادلنا يوم الاربعاء اللي فات لو حضراتكم فاكرين في ماتش الحرس، والنهارده عندنا ماتش مهم جدا مع بيراميدز، وهيكون فاضل بعدها ماتش كمان مع المصري وتنتهي هذه النسخه من مسابقه الدوري. تعالوا بقى نتكلم عن حصاد موسم كامل، وكمان نتكلم بطبيعه الحال عن ماتش النهارده اللي اكيد هيبقى هو كمان ليه خصوصيه شديده بين الاهلي وبيراميدز. هيكون الكلام مع كابتن اسلام عادل نجم النادي الاهلي السابق اللي مشكورا جدا من الساحل، واخد لون وتان وجو عادي، منور الدنيا كلها. الحمد لله على سلامتك. صباح الخير. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا هوان. ببقى مبسوط جدا وانا معاكم، وما اقدرش اتاخر الحقيقه، مش عايز اسيبكم تصحوا بدري لوحديكم يعني، فباجي اشارككم خصوصا في اجازه رسميه. بالظبط في اجازه يعني، عارف الورق بيبقى صعب. صباح الفل. صباح الهنا. بص، قبل ما ندخل على بيراميدز انا حابه ان احنا نروح شويه عفوا لسيراميكا، لان امبارح كاس الرابطه وسيراميكا، واللي انا بقى يعني عجبني في القصه ان سيراميكا كان تحت قياده كابتن حلمي طولان فتره ما، بعد كده من كام يوم تغيرت القياده بقت كابتن ايمن الرمادي، وايمن الرمادي انا من المعجبين باداء هذا الرجل جدا من ايام ماتشات اسوان، حتى وان كان اسوان يعني ما كانش المستوى، بس لعب كام مباراه فعلا حلوه. فكابتن ايمن الرمادي قدم حاجه رائعه، وفي نفس الوقت بتتكلم عن فوز مستحق. طب هل الفوز ده يعود لكابتن حلمي طولان ولا كابتن ايمن الرمادي ولا اتنين مع بعض؟ يعني خليني اعرف منك بدايه شفتها ازاي. طيب انا بالنسبه لي رؤيتي للمباراه مختلفه شويه يعني. يعني الحقيقه انا دايما كنا بنقعد نتكلم على نجاحات النادي الاهلي، كنا بنثبت اكتر على اداره النادي الاهلي وانك ازاي بتدير النادي، وكنا بنقول الفريق اللي عنده اداره قويه هو اللي بيكسب بطولات، انما الفريق اللي عنده فريق كويس ممكن يكسب مباراه. فانا كان ليا لوم شويه على اداره سيراميكا في طريقه رحيل الكابتن حلمي وطريقه انتداب الكابتن ايمن الرمادي، ان هي قبل مباراه الفاينل بثلاث اربع ايام بس هم قالوا بالتراضي يعني انتهاء التراضي، بس في الاول ولا في الاخر هو مش بالتراضي، هو حصل خلاف بشكل واضح. حصل خلاف بين كابتن حلمي طولان والناس المسؤوله في نادي سيراميكا كليوباترا، مفيش تراضي يحصل قبل فاينل بثلاث ايام، ما بيحصلش يعني. وحتى لو كان في خلاف كنت احب جدا ان احنا نعلي مصلحه النادي على اي خلاف موجود بين اي حد واي حد علشان المباراه النهائي، لان بغض النظر عن النتيجه، خد بالك احنا دايما بنقيم التجارب بناء على النتائج، وبغض النظر عن النتائج هل انت الستبس اللي اتعملت قبل النتيجه كانت صح ولا غلط، مش معنى انك كسبت انك صح خالص، بالعكس. مش معنى انك خسرت انك كنت غلط، بالعكس. اشتغل، كنا دايما طول الوقت بنقعد نتكلم نقول انا لو شغال في مكان ساعه هشتغل الساعه صح، لو شغال سنه هشتغل السنه صح على قد ما اقدر. فانا يعني عندي لوم كبير جدا على اداره سيراميكا كليوباترا بالطريقه اللي مشي بيها بس هو في الفتره الاخيره خلي بالك، والاستثناء الوحيد في اللي انا هقوله لك ده هو النادي الاهلي. كالعاده طبعا الاحترافيه والرقي والشياكه الى اخره، لكن في الفتره الاخيره بقت الخلافات والاختلافات صوتها اعلى بكتير من الاول. دي حقيقه، وبعدين بقت الناس كلها عارفه كل التفاصيل. فانا بقول لك النهارده انه في مشاكل حصلت في المعسكر الاخير في عند سيراميكا كليوباترا، على اثر هذه المشاكل الكابتن حلمي قدموا له الشكر يعني، والراجل المحترم ما طلعش اتكلم بشكل وحش، وهم ناس كده محترمين وناس جيدين جدا. تصريحات قالت لك بالتراضي، عشان كده انا بنقل في الصحافه. كابتن حلمي بيحافظ على اسمه لان هو راجل اسمه كبير. ونادي سيراميكا كليوباترا يعني برضه النائب محمد ابو العينين وطارق ابو العينين ناس برضه محترمه يعني، وناس شاطره جدا، وناس يعني اضافه لمنظومه كره القدم المصريه، فالحمد لله طلع انه ما فيش حاجه. لكن خلينا نقول الكلام ده علشان لما حد يبقى بيسمعنا يبقى عارف ان التفاصيل دي مهمه. انا امبارح قلت قبل المباراه بغض النظر عن نتيجه المباراه اللي اتعمل ده في لوم، مش هنقدر نقيم نقول صح او غلط، لكن في لوم. كمان الكابتن ايمن الرمادي اوريدي ماضي في نادي الظفره الاماراتي، موقع عقد. طب امال ازاي؟ وقعد مع سيراميكا كليوباترا وموضوع عقده، لكن في النهايه حصل اتصال طبعا، على يعني على حسب معلوماتي حصل اتصال ما بين النائب محمد ابو العينين ورئيس نادي الظفر الاماراتي قبل المباراه، وقالوا انه انا متاكد ان الكابتن ايمن الرمادي النهارده بكثير او بكره هيسافر الامارات عشان الموضوع يتحل بالتراضي، ما يتحلش. خد بالك ممكن تبقى المباراه الاولى والاخيره للكابتن ايمن الرمادي مع سيراميكا يعني. ممكن بشكل كبير جدا. هو ماضي ازاي؟ مضى في لا دي انا ما اعرفش، مضى في نادي، مضى في الظفر الاماراتي. طب هي تنافى مع المنطق. هي دي اللي غريبه يعني. هو ناوي يكمل مع مين؟ هو المضى في الظفر لما ما كانش عنده سيراميكا كليوباترا، ولما جاله سيراميكا كليوباترا وتفاوض معاهم وحس ان هو هيرتاح وحابب ان هو يقعد في مصر، لانه عمل نجاحات كبيره جدا في بس الامارات. هو ليه خبرات كبيره في عمل الامارات، نجاحات كبيره جدا في الامارات، وعايز يقعد في بلده يعني، عايز يقعد في بلده، خاصه نادي الظفر نزل درجه كمان هناك. فبالنسبه له سيراميكا كليوباترا احسن اكيد بكتير يعني. برضه في يعني
اخر نسختين مثلا من الدوري، ثلاث نسخ بالكثير من الدوري، كان في حاله عامه من التفاؤل بوجود فرق يعني حديثه نسبيا زي فاركو مثلا، زي كذا زي كذا، وقلنا ان ده هينتج عنه عارف ايه، عارف المصطلح بتاع ان انت رميت طوبه في الميه الراكده. فوجودهم في الـ في الـ في, الـ في الدوري هينتج عنه شغل حلو، هنشوف منافسه حلوه و لقينا الموضوع ده حاصل بس على استحياء. يعني مردود هذا الامر كان متواضع قوي من ادارات الانديه اللي هي اللي مش متعودين على الكوره او مش فرق كوره، بياخدوا وقت طويل شويه. برضو فاكر لما كنا قاعدين هنا الحلقه اللي فاتت وكنا بنقول رؤساء الانديه مش بتوع كوره، مش الكابتن الخطيب، فبالتالي هتلاقي الناس بتاخد وقت شويه، وده مش عيب، ده مش عيب حق اي حد، لان قلت لك الخبرات بتكتسب بالتجارب. يعني فنادي البنك الاهلي مثلا عنده امكانيات ومقومات ماديه رهيبه، بقى له 3 4 سنين بدا مع كابتن خالد جلال كان بيامل ان مستواه يتحسن، لكن قاعد في الدوري بصعوبه. خبرات الاداره لسه مش احسن حاجه، القرارات اللي بيتبعها نتائج كتير جدا لسه مش احسن حاجه، مش عيب في حق حد، لكن اكيد خبرات هياخدوها مع الوقت. سيراميكا كليوباترا نفس القصه، لكن امبارح دي علامه مضيئه في تاريخ سيراميكا كليوباترا انه يعمل نجمه اولى بالنسبه له وانه يقدر يكسب مباراه. وخليني اقول لك برده ان ظروف المباراه ساعدته بشكل كبير جدا، يعني وانت بتتوقع نتيجه فاينل ما تقدرش تقول حد يكسب حد، ما تقدرش تدي افضليه لحد على حساب حد الا بالتاريخ او او بالجمهور، ده طبيعي. هي مقاومات قبل المباراه تقول لي اقول لك المصري عنده جمهور وعنده متعود يلعب على برج العرب، في تولز معينه، لكن في النهايه كل دي معطيات. حالة الفريقين في المباراة هي الفيصل، فأي حد ممكن يكسب أي حد، خاصة النتيجة مفاجأة لناس كتير. حالة اللعيبة في المباراة هي الفيصل، فكنت بتعمل كام سيناريو، قلت لهم لو سيراميكا كليوباترا قدر يحرز هدف بدري هنشوف مباراة حلوة جدا، نشوف مباراة مفتوحة يعني، لأن الطبيعي إن هو يبقى متحفظ أكتر وقلقان أكتر يعني، وده اللي حصل. شفنا مباراة فيها أهداف كتيرة كويسة جدا من الفريقين، خاصة لسيراميكا كليوباترا، مباراة جيدة جدا، مبروك ليهم طبعا الفوز بأول أكيد. بطولة هارد لك النادي المصري، لكن سيراميكا أعتقد يستحق إن هو يفوز بالبطولة دي. لكن في النهاية وأنت بتكسب اتعلم من النادي الاهلي، اوعى تغفل اخطائك وانت بتكسب، ودايما بنقول الكلام ده، وقت المكسب مش وقت الخساره، وتفرق كتير جدا يعني. صحيح صحيح. هننتقل لبيراميدز، وكنت بتكلم انا وكريم في الانترو بنتكلم عن تاريخ المواجهات ما بينهم منذ طبعا يعني تغيير الاسم لبيراميدز، بتكلم في 13 مواجهه، الاهلي فائز فيها تقريبا في 6، تعادل في 4، يعني الكفة اكيد ارجح للنادي الاهلي، ولكن اللي بيقدمه برضو بيراميدز تحديدا هذا الموسم رائع جدا، لان هو اول مره يوصل للدرجه يعني اللي هو رقم 2 في ترتيب الدوري، وده برضو تطوير في صح. اللي ده عندهم ويحسب ليهم، وفي نفس الوقت برضو كنا بنقول نقطه احنا كنادي اهلي احنا عايزين نلاقي فيه تنافسيه وفي قوه في الدوري، انا مش هفرح كل مره بكسب وبكسب بسهوله، انا عايز اكسب بصعوبه بتنافسيه وغيره، ده يسعدنا كجماهير اكتر. فده متحقق تحديدا مع بيراميدز، وانديه طبعا كتيره، بس بتشوف برضو اللي جاي بقى والمباراه ان شاء الله سيرها عامل ازاي، وهل المفروض نقلق ولا الدنيا برضو فيها طمانينه، خصوصا انت بتتكلم انت ماشي يعني موسم بجد استثنائي للنادي الاهلي تحت قياده رجل فعلا محترف مارسيل كولر. انا قلت الكلام ده من الاول وهنكرره دلوقتي. يعني كلامك اخد منه حاجات كتير جدا. مبدئيا احنا النادي الاهلي كنا بناخد الدوري بعد ما الجدول اتحط بنص ساعه، وانا بتكلم بجد، فكنا لازم نخسر مره ولا مرتين علشان نعرف نفرح يعني عشان العيد وانا جاي النهارده لابسلكوا احمر عشان احتفل بس بان احنا ايه يعني. لكن في العادي لو هاخد الدوري كل سنه والله العظيم ما اعرف احتفل، والله العظيم لو قعدت كل سنه اخد الدوري انا فعلا مش عارف احتفل. ففكره انه يروح ويجي ده كويس مش وحش يعني. فعشان نقدر النهارده يعني نقول مبروك واحنا بقالنا شويه ما خدناش الدوري سنه ولا سنتين يعني. لكن في النهايه النادي الاهلي انت قلت حاجه مهمه جدا، ودايما بنقولها في كل المرات اللي بنقعد فيها مع بعض، انه احنا بنشوف كل الانديه اخواتنا الصغيرين، لانه النادي الاهلي لا يقارن الا بنفسه ويقارن بالانديه العالميه، فبالتالي ما عندناش يعني حقد او اي نظره مختلفه، ده بالعكس. حتى اقولهم الزمالك مش المنافس الاقوى بتاعنا، اقولهم نادي الزمالك نتمنى انه يبقى كويس، بيراميدز نتمنى يبقى كويس، كل الانديه كل المؤسسات في مصر نتمنى ان هي تبقى كويسه، لان في النهايه انا ما بقدرش، ما حدش هيعرف ينافسني في مصر، خد بالك. فاحنا شايفين كل المؤسسات يعني اخواتنا صغيرين وناس بتنجح وسعداء جدا بنجاحهم، ويهمنا جدا ان هم ينجحوا. وتجربه بيراميدز بالاخص لما اتعملت، وكنت لسه بتكلم انا فاكر مع كابتن وليد صلاح الدين اول ما اتعملت التجربه دي، وكنا بنتكلم على شكل التجربه، قلت له يا كابتن وليد لو التجربه دي اتعملت علشان تبقى تجربه استثماريه في مصر وفعلا تنجح، ويحاولوا ان هم ينافسوا على البطولات ويحاولوا ان هم يلعبوا على المركز من الثاني للرابع ودخلوا اموال مصر بشكل مختلف، هيبقوا اضافه قويه جدا. لكن لو اهداف ثانيه اللي كنا بنسمعها زمان دي، انا داخل ابقى زاحم النادي الاهلي، مش هتعرف تزاحم النادي الاهلي ولا انت ولا غيرك، بكامل الاحترام لكل المؤسسات، لكن مش هتعرف، انت كده بعيد جدا. وزي برضه ما بنقول دايما كل واحد لما يتحط في برواز هيعرف يشتغل ويشتغل كويس. بيراميدز
لما كنت بقعد مع حد من المسؤولين يعني اصدقائنا، فكنت بقول لهم انتوا ماشيين بشكل كويس جدا، انتوا ماشيين بشكل رائع، هو انت متخيل انك تقدر تيجي تاخد دوري من النادي الاهلي؟ مستحيل، انسى القصه دي، مستحيل، مفيش جماهيريه وتاريخ، صعب جدا، انما انت بتشتغل من الثاني للرابع، المراكز دي جيده جدا. على الصعيد ده هم عاملين شغل رائع الحقيقه، هايل هايل، ومركز متقدم جدا في ترتيب الدوري، ولكن كالعاده دايما زي ما ماتشات الزمالك مع الاهلي ليها خصوصيه شديده، طبعا صح. دول الغريمين التقليديين قطبي كره القدم المصريه من واحنا لسه رضع، لكن في حاله بيراميدز لما بيلعب النادي الاهلي بشكل خاص، يعني سيبك من لما يكون ماتشه مع اي فريق تاني بما فيهم الزمالك، لكن هو مع الاهلي في وضع تاني، في حاجه تانيه، في دوافع وحوافز مختلفه. اي حد بيبتدي حياته عايز ينجح بيجيب سيره النادي الاهلي، اي سوشيال ميديا اي حد عايز يلم لايكس وكومنتس بيقول النادي الاهلي. فبيراميدز لما نجح لك احنا نفس النادي الاهلي عشان يعمل تحدي ويعمل شكل المباراه بشكل مختلف، فجمهور النادي الاهلي كمان القصه بتاعت لعيبه معينه في الفريق كمان، حد مين يعني يا جماعه عارف اللي هو ايه، احنا عايزين نشوف حاجه جديده، فجمهور الاهلي بقى يعني عارف لا طبعا هكسبك فاهم، وبعدين عملوا نتائج جيده في بعض الاوقات مع النادي الاهلي، برضو استقطابهم لعدد من لعيبه النادي الاهلي اكيد ده برضو عمل زي ما حضرتك بتقول طابع مختلف شويه للمباراه، لكن في النهايه الفرق كبير جدا، الفرق واضح جدا. كنت بقول لحضرتك في وقت من الاوقات انه لعيبه البيراميدز ممكن يكونوا احسن لعيبه في مصر، لكن عمرهم هياخدوا دوري لو ال11 لعيب دول او 30 جايين من النادي الاهلي، لو ال30 يعني لعيب دول، لو 30 لعيب دول راحوا النادي الاهلي، دول راحوا النادي اللي باداره النادي الاهلي ممكن ياخدوا الدوري، لكن طول ما هم هنا هيفضلوا في المراكز الجيده. انا مش بكلمك على احترافيه كرويه قد ما بكلمك على غل كروي انجاز التعبير، بيبقى ملحوظ قوي في الماتشات دي. لان اللعيبه مرجعيته ايه في رايك؟ هقول لحضرتك اللعيبه كل واحد عنده هدف شخصي ان هو يظهر بشكل كويس قدام النادي الاهلي، واهداف النادي نفسه يكسب النادي الاهلي اللي بالنسبه له هي شكل مختلف تماما، بيقربك اصلا من البطوله، لو كسبت النادي الاهلي بيقربك من البطوله بشكل كبير جدا، ولو مش هتكسب البطوله يهمك انك تبقى يتقال انك ند بند دايما مع النادي الاهلي، كمان استعداد قوي ان انت بتلعب دوري ابطال افريقيا لاول مره في حياتك داخل عليه، فعايز هتلعب النادي الاهلي اكيد، وفرق قريبه من مستوى النادي الاهلي اقل شويه لكن قريبه منه، فاحتكاك بالنسبه لك مهم جدا، وشرف لاي حد ان هو يعمل نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي. ف هم عندهم دايما التحدي ده طول الوقت، لكن في النهايه بحترمهم جدا وبقدرهم جدا، فرقه كويسه واداره كويسه، نتمنى ان هم يفضلوا بالشكل ده ويكونوا موجودين اطول فتره ممكنه في منظومه كره القدم المصريه، لان هم اضافه جيده جدا، ده كويس كل واحد يفضل في مكانه، يعني فكره انك من الثاني للرابع طول السنين ده حاجه رائعه جدا، انك تشارك في افريقيا سواء دوري ابطال افريقيا او كونفدراليه دي حاجه جيده جدا. طب ان يبقى في هدف للعيبه ان انا اشوف مباريات قمه كتير موجوده في الدوري ده، الدوري الانجليزي تتفرج في السيزون على 15 20 مباراه ما بين فرقتين تقعد تستمتع، هنا كنت بتفرج الاهلي والزمالك بس، والزمالك في اوقات كتير جدا مش في احسن حال، فانت حاسس انك ضامن النتيجه مش مبسوط يعني. فلما تلاقي بيراميدز اتمنى ان البنك الاهلي يبقى في حال احسن، سيراميكا نفس القصه، فيوتشر نفس القصه، ابقى كده مستمتع بالمباريات طبعا. يعني ونتمنى يبقى ليهم جماهير برده في القريب. امبارح يعني حتى مباراه سيراميكا كليوباترا والمصري، هما الاثنين لما بيلعبوا بعض في دوري الماتشين ما لعبوش بالجمال بتاع امبارح ده، فانا وانا قاعد بتفرج على المباراه قلت طب ما نلغي التعادل في الدوري علشان نشوف المباراه الماتشات كلها حلوه يعني، الفرقتين لو تعادلوا الفرقتين صفر من النقاط، فانت متخيله هي دي مش في كوره بس لازم نعملها في مصر علشان في مدربين يروحوا يجمعوا نقط، اللي هو انا اتعادل لي مثلا 3 4 ماتشات واكسب لي ماتش فالدنيا تبقى رايقه يعني. لكن مباراه امبارح عشان مباراه مفتوحه، انا اتمنى ان كل مباراه تبقى فيها اهداف، يعني مش اهداف جوال بس، الاهداف كمان ان كل فريق يبقى عايز يكسب عشان الجيم يبقى مفتوح، عشان شكل الدوري كمان يبقى امتع. يعني استغربت اداء سيراميكا، يعني ده اللي انا سؤالي اللي بدات بيه، ما كنتش متوقعه مع التذبذب في الاداره ان سيراميكا هيعمل ماتش كده، حتى واتكلمنا يقول لك المصري يعني ما هوش الفريق اللي تقلق منه، بس ده عشان ارقامه طبعا، احترامنا للجميع، بس لا برضو ما كناش متوقعين الجاب ده واللعب المتقدم، في افضليه للمصري قبل المباراه يعني. لكن المباراه يعني تجيب لنا دي ازاي، هو ده حاله المباراه، انك ممكن تنزل يعني مثلا الاهلي ونازل يلعب الزمالك مباراه 6-1، هل كان حد متخيل ان الماتش ده هيحصل؟ النتيجه ده كور ده وقتها هيحصل يمكن وقتها لا ما كانش حد يتخيل، بس مثلا في حسام غالي قال لي جمال حمزه قبل المباراه هم بيتصوروا مع بعض، قال لهم انتوا هتخسروا كتير النهارده، انا فاكر اليوم ده كويس جدا لان يعني حسام غالي ده اخويا الكبير وواحد من الناس اللي انا فاكر له كل معظم تفاصيله يعني، قال له انتوا هتخسروا كتير النهارده، بس دي بتبقى مدعبه، فبالتالي انت نازله مباراه حاله الفريقين في المباراه هي اللي بتحدد سير المباراه وشكل المباراه، حاله سيراميكا كويسه قوي، حاله المصري بعيده جدا، خطوطهم مفتوحه بشكل كبير جدا، مع كامل الاحترام والتقدير للجهاز ما قدرش المباراه باحسن شكل، اجيد جهاز جيد منذ قدومه للنادي المصري لكن ما قدرش المباراه بشكل كويس، كل الظروف دي ساعدت لعيبه سيراميكا كليوباترا، بالاضافه بقى ان في عناصر اصلا جيده جدا يعني اللعيبه الموجوده، لكن في النهايه هنهدي الفوز لمين او هيرجع الفوز لمين؟ مستحيل يبقى الكابتن ايمن رمادي، ما يلحقش مستحيل يعني. مستحيل مفيش حاجه في الكوره اسمها ان انا اجي ثلاث ايام، طب لو كان خسر كنا هنقول ايه؟
انا كابتن امل الماضي كنا هنقول الراجل لسه جاي جديد، يبقى زي ما خلي الميزان معدول يعني زي ما بتقول في المكسب. التوجه ده موجود عموما عندنا في الفتره الاخيره يعني اللي يعمل معانا شغل نشيله على كتافنا ونصلي عليه احنا مستعجلين بجد والعكس الصحيح بس يعني احنا مستعجلين جدا يعني. فاكر كابتن امل الرمادي اول ما جه اسوان عمل كام مباراه كويسه، كل الناس اسوان وكابتن امل الرمادي وهيمسك منتخب مصر وكسبنا، حلو جدا انا موافق جدا وراجل عظيم ورائع جدا، لكن ليه بتستعجل التقييم؟ اذا كان سالتوني على كولر وهو مكسر الدنيا قلت لكم بعد بطوله افريقيا، فانت النهارده لما يجي مدرب يمسك اسوان او يمسك اي نادي ما تصبر يعني مستعجلين ليه يا جماعه؟ مستعجلين ليه؟ وبعدين الناس كلها رفعت ايديها، احنا ساعدنا في اسوان احنا كوننا الفريق، اول ما فيه وقع ما شفناش بوست واحد على الفيسبوك. بتكلم بجد هو ده اللي بكلمك بتكلم بجد والله العظيم. طبعا للاسف الشديد فكرك الموسم الجاي بقى، طبعا الموسم ده كل عام وانتم بخير اتحسب والدنيا زي الفل. فكرك بقى بدايه النادي الاهلي في الموسم الجديد النسخه الجايه ان شاء الله من الدوري هتكون بنفس القوه، هتشوف نفس اللي شفناه، ولا على ما نوصل للمرحله دي برضه هيكون النادي الاهلي عداله على 3-4 بطولات كمان وتم استنزاف لعيبته كالعاده؟ يعني شايف اللي جاي عامل ازاي؟ قابلني واحد صديق زملكاوي قال لي مش انتوا اخر 5 سنين وصلتوا فاينل افريقيا مثلا 4 مرات؟ قلت له اه. قال لي مش بتروحوا كاس العالم للانديه بتاخدوا ثالث؟ قلت له اه. قال لي جايبين امام عاشور ليه؟ هيعمل لكم ايه الاضافه اللي ممكن يعملها؟ قلت له هو شرف لامام عاشور انه ينضم للنادي الاهلي زي ما شرف لاي لعيب ان هو ينضم للنادي الاهلي، لكن النادي الاهلي بيسعى دائما للافضل طول الوقت، وبقى طموحنا غصب عننا بقى غصب عننا بقى مقدر، انت عايز تاخد كاس العالم للانديه صح بقى ما غصب عنك، ما انت خلاص بتاخد ثالث يعني المره الجايه ان شاء الله لو شاركت وخدت ثالث ما هتحس انك فرحان، زي ما بقول لك ان انا باخد الدوري كل شويه مش فرحان، فلازم اعمل حاجه مختلفه، عايز اوصل للفاينل عايز. بس خد بالك اللي حاصل الفتره الاخيره في الثوره اللي حاصله في الكره السعوديه دي هيبقى تحدي كبير جدا وتحدي مرعب، سواء بقى بطولات عربيه او كاس عالم للانديه اكيد هتلاقي فريق من السعوديه اكيد هتلاقي فريق من السعوديه في فاينل في كاس عالم للانديه، ده الكلام ده يحصل متوقع يعني. طبعا ده طبيعي جدا، فبالتالي انت كنادي الاهلي قدرك انك طول الوقت بتسعى للافضل، فبالتالي انت بتعمل ابجريد دايما في التيم بتاعك، بتحاول دايما تحسن من الاوضاع، اكيد هتقابل مطبات صعبه، لكن في النهايه انت عندك عدد كبير جدا من اللعيبه الجاهزه، ودي قيمه بقى مدرب النادي الاهلي كولر، دي قيمته، لانه لو نفتكر اول ما جه النادي الاهلي كان في بعض اللعيبه احنا كلنا مش راضيين عن مستواهم، حاسين ان التيم محتاج تدعيمات وان هو محتاج يتغير فيه بعض الحاجات، لكن الراجل سبحان الله سبحان الله فتره قليله جدا شفنا مستوى فردي لعدد كبير جدا من اللعيبه، مستوى جماعي، وبعدين اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع، ومعاه ناس اول ما جت قالت ان النادي الاهلي في وقت من الاوقات دخل مرمى عدد من الاهداف قبل ما يشتغلوا، ولما اشتغلوا لقينا 10 اهداف في دوري كامل، احنا دخل مرمى 10 اهداف في دوري كامل، ففي ناس متخصصه في القصه دي اشتغلت انديفيدوال على اللعيبه، فبالتالي هي قيمه مدرب يدرك جيدا قيمه النادي الاهلي وقيمه التحديات اللي هيقابلها النادي الاهلي، فبالتالي انت خلاص اتحطيت او انت حطيت نفسك في مكان مش هتقدر بقى، عارف انت لما السهم خرج من قوس مش هتعرف ترجع لورا، مش هينفع بقى النهارده الدوري خلاص باذن الله باذن الله يا رب السنين اللي جايه زي ما بقول لك بعد ما الجدول اتحط بساعه احنا خدنا الدوري، ده باذن الله مضمون يعني، وكل البطولات المحليه بطوله افريقيا بقى الهدف بتاعك الممتع اللي انت بتسعى له السنين اللي جايه، وبعدين الخطوه بقى المهمه جدا كاس عام الانديه نعمل حاجه مختلفه، مش قادر اتكلم في تفاصيل محليه لان مش هعرف اقارن نفسي بحد، لانه الانديه الثانيه انا كنت طول الوقت بقول يا جماعه احنا بنفتقد للتخطيط في المؤسسات الكتيره وتعلموا من النادي الاهلي، انا لا تراجعت وبعتذر، احنا بنفتقد اصلا الاساسيات مش التخطيط، الاساسيات اصلا مش موجوده والله العظيم ما بهزر، والله العظيم انا دايما بقول معاكم كلام صريح ومن القلب يعني كل مره بتزيد الصراحه خلي بالك مش هاجي تاني علشان مش هينفع كده. فانا بجد في اماكن كتير جدا زي ما حضرتك كنت لسه بتقول انه ليه التجارب اللي عندها قدره ماليه كبيره جدا ما نجحتش نجاح يعني مثلا مصر المقاصه، وانا بلعب في مصر المقاصه لما بدانا الدوري احنا اول 3-4 سنين ما شاء الله في ال4-5 فرق اللي في الاول، لان كان عندنا في مجلس الاداره ناس كتير جدا كورجيه بتوع كوره يعني أي. انما الانديه اللي بدات بدايات سيراميك كليوباترا مع بدايات فاركو مع بدايه البنك الاهلي مش زي بدايه مصر المقاصه، محدش عارف اللي جاي ايه، لكن بقول لك القرارات مهمه جدا، فبالتالي تفاصيل النادي الاهلي او مقارنه النادي الاهلي او تقييمك للنادي الاهلي محليا موضوع مفروغ منه الصراحه، مفروغ منه الحقيقه يعني مش هقدر اتكلم ده بلغه يعني. الارقام احنا مش بنتكلم مجامله يعني. طيب هروح معاك لنقطه سريعا احنا اتكلمنا فيها قبل كده، بس نتمنى ان احنا ليه بنتكلم فيها عشان نتمنى ان هي لا تكرر الموسم الجديد، انت بتتكلم على بيراميدز بعد كده ان شاء الله المصري ونختتم الحمد لله هذا الموسم الحمد لله، ما احنا بنختتم وناس تانية في اوروبا هتبتدي كمان فتره قريبه، فطبعا ده شيء صعب جدا، اكيد المسؤولين او المعنيين بهذا الملف كانوا بيحاولوا كل موسم ان هم يحسنوا من الوضع برضو يشوفوا الانديه افضل سيناريو ليهم، عندنا الشك في ده، بس هل الموسم
الموسم القادم من وجهة نظرك إذا كان في حل إيه هو، وفي نفس الوقت ممكن يبقى في اختلاف على الأرض فكرة الجداول دي اللي صعبة جدا نكمل بهذا الشكل يعني. أنا شايف إن الموسم ده من أنجح المواسم اللي فات ده إلى حد ما، إلى حد ما رغم إن إحنا بننتهي من أنجح المواسم. إحنا النادي الأهلي كان طول الوقت بيتأجل لنا 10 ماتشات أو 12 مباراة كده كده. النادي الأهلي والفرق اللي بتشارك في أفريقيا سبيشال النادي الأهلي هيفضل يتأجل له مباريات لو جبت ساحر، ملهاش حل يعني. هو سيزون كده كده مضغوط، ارتباطات المنتخبات ومباريات الأهلي الأفريقية ما عندكش حل تاني، وبعدين سفريات النادي الأهلي صعبة جدا وكتيرة جدا، فأكيد هيفضل يتأجل له مباريات. لكن أنا شايف إن السنة دي المستوى التنظيمي للمسابقات اللي حصلت في مصر أفضل بكتير جدا. لسه ما عملناش حاجة في كأس مصر، لكن في النهاية الدوري خلاص خلص على خير، الكأس الرابطة خلص على خير، خلص متأخر برضو قوي يعني. مش هنقدر نحلها يعني. أنا شايف إن إحنا في أحسن حال وماشيين بشكل كويس، عشان ندي برضو للرابطة واتحاد الكورة ديهم حقهم. إحنا يعني مفيش ليس يعني بالإمكان أفضل من مكان، ليس بالإمكان أفضل من مكان. أنا شايف إن كده الأمور يعني مش هتفتكري إن في مشكلة حصلت، مش هتفتكري إن حد اعترض بشكل كبير، مش لا هي بس إيه، النادي الأهلي في وقت في كأس الرابطة كان مزنوق بشكل كبير جدا، ففضل إن هو ما يدخلش البطولة لأنه هو غصب عنه. النادي الأهلي هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ الموضوع صحيح. صعب جدا يعني. طب تعالى نرجع مرة تانية للتفصيل اللي كنا بنتكلم فيها من شوية، فكرة إنه أكيد إحنا متفقين على فكرة إن الاستقرار الإداري في أي نادي في الدنيا طبعا بينعكس بالإيجاب على إنجازات الفريق أو طبعا النادي طبعا. تمام؟ وبرضو أكيد مش هنختلف في فكرة إن يعني إنجاز التعبير إن للطبخة مقادير، طبخة النجاح ليها مقادير طبعا معينة طبعا. تمام؟ من ضمنها عناصر أو خصائص زي الاستقرار الإداري صح. فكرة إن أنت جلب اللعيبة الموهوبين، جلب الجهاز الفني المظبوط إلى آخره. هو إيه اللي مصعب الطبخة دي على فرق كتير؟ هو إيه الصعوبة في إن إحنا كفرق مصرية مختلفة كل فريق منهم على حدة يسعى جاهدا للاستقرار ولتوفير كل متطلبات التفوق؟ ليه في فرق كتيرة بما فيها الفرق اللي ليها تاريخ نسبيا وليها جماهيرية وليها شعبية وليها حدوتة تخبطات أزمات من شوية كنت بقول لك إن بقت الخلافات والاختلافات صوتها عالي في الفترة صح الأخيرة صح. ليه ده حاصل مع إن طريق النجاح معروف له اول من اخر؟ ايه اللي منعنا ان احنا نمشي فيه وسايبينه وبنهرس في بعض على الفاضي؟ في تفاصيل كتير جوه الانديه مش واضحه، لكن طالما حضرتك اتكلمت في القصه دي هنخرج شويه بره النادي الاهلي. اسمح لي مثلا اشيد بتجربه امبي مع الاستاذ ايمن الشريعي. الاستاذ ايمن الشريعي واحد من الناس اللي ما لعبش كره قدم، لكن هو راجل بيعرف يدير يعني، راجل مانجمنت شاطر جدا ورائع جدا. لما اشتغل في امبي قال يا جماعه انا ما لعبتش كوره، لكن عندي بعرف ادير المنظومه بشكل كويس وعنده خبرات كتير جدا، وهو شغال اوريدي اصلا في شركه امبي. فالراجل ادار النادي بشكله الاحترافي، واحد عنده سمات شخصيه جيده جدا، راجل انسان جدا، راجل حكيم جدا، عنده تجربه انا شايف ان هي رائعه يعني. يعني امبي بدا الموسم مع كابتن كشري، وبعد كده مع كابتن طلعت يوسف، وبعدين جاب الكابتن تامر مصطفى في تحدي كبير جدا، ونجحوا مع بعض بشكل كويس جدا، وعمل تجربه شبه شويه النادي الاهلي. ان امبي كان ماشي يعني النادي الاهلي قبل ما يجي كولر، ان امبي كان ماشي بشكل مش احسن حاجه، لكن هو مع وجود الكابتن تامر وتدخلاته بقى اللي حضرتك كنت لسه بتقوله، ان امتى رئيس النادي يتدخل اداريا، ازاي يحط مكافآت في وقت معين، يتعامل مع اللعيبه ازاي لما يتعادلوا، يخصم مبالغ ماليه بشكل معين، قرارات اداريه تبقى في توقيتها. فتحيه كبيره جدا للنادي امبي والاستاذ ايمن الشريعي، راجل الحقيقه يعني بالنسبه لي معيار جيد جدا لنجاح السنه دي امبي، عمل تجربه جيده جدا. فالفضل يرجع للاستاذ ايمن الشريعي، واكيد من بعديه الكابتن تامر مصطفى، وكل واحد في دوره يعني. هي تجربه جيده جدا. الادارات المختلفه اللي في الانديه المختلفه لو ابتدت تفكر كوره، العب كوره للكوره، شغل كوره للكوره، هات حد يدير كره القدم يكون بيفهم في كرة القدم وانت تشتغل إدارة. لكن الفكرة انه اوقات كتير جدا بيبقى فيها هواء شخصية في القصص، هواء شخصية قوية جدا. وبعدين النهاردة وانا بقول لك انا زعلان ليه من كابتن حلمي، ان كابتن حلمي مشي بالشكل ده لانه حصل خناقة. انا بقول لك هو حصل خناقة ما بين انت زعلان منه ولا زعلان عليه؟ لا زعلان على الموقف كله، مش من حد ولا على حد. انا كل الناس انا على مسافة واحدة من الناس كلها، لكن مش زعلان من حد على حد، لكن زعلان من الموقف نفسه انه يحصل انه يبقى في خلاف ما بين حد وحد. ممكن يكون كابتن حلمي اصلا غلطان، انا مش عارف القصة يعني، لكن عارف انه حصل يعني نقاش حد ما بين كابتن حلمي وحد من المسؤولين، فخدوا قرار قبل المباراه بثلاث اربع ايام ان الكابتن حلمي يمشي. فده قرار مليون في الميه مش صح، وعمره ما هيبقى صح حتى لو خدت كاس الرابطه، حتى لو خدت كاس العالم، هو مش قرار صح. لكن رسالتنا دايما للمؤسسات اللي احنا بنهتم بيها انه كل واحد يشتغل في مكانه يعني. رئيس النادي لو حضرتك دكتور بتفهم في الطب او تفهم في المانجمنت في الحته بتاعتك، هات حد فني يشتغل. وشفنا انديه كتير عملت الكلام ده يعني، وادي دجله النهضه بتاعته او تطور لما جابوا كابتن علي ابو جريشه وخلوه يمسك قطاع كره القدم، وصل
وصل لمرحله كبيره جدا لما كابتن علي ابو جريشه مشي والناس ابتدت تفهم ان العجله ماشيه، راحت العجله وقعت تاني او وقفت تاني ونزلنا سكند ديفيجن ومش قادرين نطلع تاني. مش عيب في حد، لكن في النهايه انت شفت مثال ناجح. لو ما عملتش كده ما انت مش هتنجح. لسه حضرتك بتقول انت عارف الطريق ازاي تنجح وانت ما بتعملش، ما تلومش غير نفسك. لكن في النهايه الامور واضحه جدا، كل واحد يشتغل الحاجه اللي بيعرف يعملها هتبدع فيها بشكل كبير جدا. لما بروح اشتغل في مكان بيبقى فيه 50 تفصيله جوه النادي، لو طلب مني 20 واحده هقول له انا مش هقدر اشتغل فيهم، انا هشتغل في التفصيله بتاعتي وكل واحد يشتغل في التفصيله بتاعته طبعا. في الاخر هنجمع التفاصيل هنعمل نتيجه جيده. الامور واضحه جدا. مش قادر تعمل كده، مش عارف تعمل الكلام. خد بالك الكلام ده عندي وعند حضرتك سهل، لان احنا عارفين الدنيا تمشي. في ناس مش عارفه اصلا النو هاو يا جماعه، مش موجود عند ناس كتير جدا، مش موجود عند ناس كتير جدا. فبالتالي لو انت ما عندكش البيزك اصلا انت عمرك ما هتنجح. موجود عند ناس في مراكز قياديه طب دي مصيبه سودا ولا لا؟ ليه ما بيعترفوا؟ مش بيطلع يقول لك انا مش بتاع كوره، انا راجل النهارده. يعني النهارده بتكلم بجد. طب ده طبيعي يبقى في عبث بقى لا هو انا مش بتاع كوره، بس قرارك بقى ايه؟ اداري اكتر. يعني اجيب حد اتفضل اتكلم في الكوره، اتفضل اشتغل في الكوره وسبورت طول الوقت، وما يجيش حد يشكك. ما انت بتعمل ايه؟ بتجيب مثلا حد في الكوره جامد جدا، فتلاقي حد تاني بعض الناس بقى اللي هم قريبين جنب ودنه، ده مش كويس، ده مش شاطر، ده مش مع ان ممكن تبقى جايب بروفايل كبير يعني رمز مثلا من الاهلي او رمز من الزمالك، فتلاقي الوسطاء لا ما عايز مصلحته ان يجيب حد تاني. فكره بيحصل كتير قوي في المجال عندكم في كره القدم. لا لا بس بصراحه تو ماتش في يعني بيحصل عندنا في الميديا بس كوره يعني. عشان انا عندي اصدقاء كتير ومتداخله برده، لا انا بسمع حاجات ضرب صعب جدا في بعض تضارب المصالح. تضارب المصالح طبعا. يعني المفروض تكون المصلحه الوحيده يعني في الاخر انها مصلحه كره القدم المصريه. لا في عبث. لا في مره من المرات يعني رئيس نادي من الانديه اللي انا لعبت فيها وكنت انا كابتن الفريق وقعدت معاه، فقال لي عملنا في وقت من الاوقات نتائج سلبيه، وكان هو متبني فكره مدرب انه يظهر بشكل معين. وليه ما نقولش، خلينا نقول كابتن ايهاب جلال مثلا مع المقاصه، اللي هو محمد عبد السلام قال لي بشكل شخصي انه في مباراه من المباريات المقاصه خسرت في الفيوم من طلائع الجيش 6-0 او 6-1 حاجه كده يعني. بعد المباراه دي وكلاء كتير جدا كلموه وناس كتير جدا كلموه، كابتن ايهاب لسه مدرب صغير ما يليقش بالمقاصه، ده في اسامي رسلوا اسامي كتيره كبيره جدا. لكن الراجل كان واضح انه عارف انه في بروجكت بيتعمل، ففضل متمسك لحد ما الراجل النهارده بقى مدرب منتخب مصر. وده بيحصل في العالم كله كابتن اسلام. انا ما شفتش نادي في العالم يعني مباراه تبقى جيده يقولوا يرفعوا المدرب في السماء ومباراه وحشه. هناك حتى وان كان بعض الانديه العالميه ما بتاخدش بطولات 4 سنين 5 سنين وبتقعد على بطوله يعني مواسم عديده، ما حدش بيفكر يغير المدير الفني. هو ده شكل يعني التقييم اللي احنا بنقوله. هل انت النهارده القرار صعب. الاول اللي انت اخدته فاكرين قرار اسوان لما كابتن ربيع ياسين كان موجود ومشي بعد 3-4 مباريات، مع ان كابتن ربيع ياسين مدرب جامد جدا يعني ورمز كبير جدا، لما مشي حسيت ان القرار انت واخده مش عن اقتناع يعني. ده اللي احنا بنقوله، لو انت واخد قرار مقتنع بيه هتدافع عن البروجكت بتاعك لحد اخر لحظه. هي كالعاده كابتن اسلام احنا، ودي حاجه قلناها قبل كده في اكتر من حلقه في اكتر من اطار، احنا يعني كواليتي المشاكل اللي موجوده عندنا كانت الاول موجوده ونقول موجوده في عالمنا العربي، دلوقتي ما بقتش في عالمنا العربي قوي، موجوده عندنا احنا بس يمكن في الفتره الاخيره. نوعيه المشاكل ما تلاقيلهاش زي في اي مكان تاني في الدنيا. طبعا يعني احنا بنسمع حاجات مضحكه جدا بتكلم بجد طبعا. يعني اقامه دوري المحترفين من عدمه وشكل المحترفين وشكل الدرجه اللي بعديها، الموضوع يعني في 50 رئيس نادي وجمعيه عموميه بيجتمعوا في نادي الاولمبي في اسكندريه علشان يلغوا دوري المحترفين، وفي الناحيه الثانيه عايزين ده بلف بقول لك ما تفتحوش دلوقتي ده انا عايز لا عايزين يعملوا مشاكل عشان يبداوا. ما هو الحاجات دي لما تسمعيها هو في حد في العالم يبقى قاعد مش عارف احنا بعد شهر الدوري هيبتدي ولا شهر ونص مش عارفين احنا هنلعب دوري بس سيبك انت ان شاء الله هنسعد قريب بوجودنا في كاس العالم يا رب ما تفتحليش بالحته دي خلينا احنا في عشان يبقى كلامها بيسك كده ان شاء الله كاس العالم. لكن في النهايه هقول حاجه مهمه جدا، انه معيار التقييم مهم جدا، القرار اللي انت بتاخده لازم تكون متاكد ان القرار فعلا سليم علشان تقدر تدافع عن القرار بتاعك وتتمسك بيه، ويبقى عندك بروجكت مختلف في النهايه اكيد هتوصل لنجاح جيد. انا في رايي هو ده المهم، انك تبقى بتعرف تاخد قرارات وانك تبقى متاكد من قراراتك وانك تدافع عن قرارك علشان ما يحصلش بلان. ده مهم جدا، احنا ما نبقاش عايشين كده يعني اللي هو اللي هي الخطه اليوميه دي صعبه جدا. لا في حاجات كتير جدا دخيله على منظومه كره القدم المصريه والله. نورتنا ربنا يخليك. نشكرك. انا رايي كفايه كده. كفايه كده ننهي على كده ونبارك للنادي الاهلي بس الفوز بالله. رجع الساحل ولا مكمل معانا في القاهره؟ مش عارف والله حسب الاجواء يعني، لو الحر فضل كده ولا لا على الاجواء الاجابه معروفه سافر على طول طبعا. نورتنا ونشكرك على وجودك معانا. انا سعيد وانا موجود معاكم دايما ومستمتع ومبروك اكيد للنادي الاهلي وجماهيره، ويا رب نفضل كده دايما نسعد جماهير مصر المختلفة يا رب في اللي جاي باذن الله. شكرا ليك كابتن اسلام، شكرا لحضراتكم، كل سنه واحنا جميعا بخير، ان شاء الله نيجي بكره ونقول كالعاده صباح النصر. مع السلامه.